بكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامجكم الرياضي خط التماس. أنوار عام 2017 التي تلألأت أكثر عندما ولى وانقضى كانت حافلة بأحداث رياضية ذات بريق ألماسي ولمعان مذهب. كم يتوق الإنسان منا إلى متعة النظر ثانية إلى بعض هذه الأحداث لكي تخلد في فسيفساء العام الماضي. سنستعرض لكم أكثر التقارير المؤثرة في العالم الرياضي من منظور برنامج خط التماس. عام المفاجآت الرياضية يمكن أن نطلقه على عام 2017. إنجاز التعبير طويت صفحته وبقيت من المباريات والإنجازات الرياضية عالقة في أذهاننا. ففوز الفريق يعني خسارة الآخر، وتألق الآخر يظهر خذلان الند. هكذا تسير المعادلة الرياضية، فهي مبنية على علاقة طردية، فالفوز يقابله الانهزام والإشراق يقابله الخبو. فعلى الصعيد العالمي كانت صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار من نادي برشلونة الإسباني إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم مقابل 222 مليون يورو، أبرز ما حدث في العام المنصرم. أما في رياضة الكرة الصفراء فقد حصد روجير فيدرير لقبين هامين في عام 2017 عندما توج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، ومن ثم تلاها بتتويج بلقب ويمبلدون باعتبارهما أغلى ألقاب رياضة التنس، إذ تعتبر البطولتان إحدى بطولات الجراند سلام الكبرى. أما على الصعيد العربي فسيذكر العالم تصفيات مونديال روسيا تأهل 4 منتخبات عربية إلى أكبر عرس كروي، وهي مسابقة كأس العالم لأول مرة في التاريخ، وهي السعودية، مصر، تونس والمغرب. وأبرز ما كان أيضا هي رحلة المنتخب السوري في تصفيات المونديال الذي تأهل إلى الملحق الآسيوي، وكان قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى المونديال الروسي، ليخرج بعد خسارته أمام المنتخب الأسترالي بعد إطراءات كثيرة من الرأي العام. وليشهد عام 2017 إبداع محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي الذي تألق في الدوري الإنجليزي ويقدم موسما خياليا. فنجم صلاح سطع في كرة القدم خصوصا بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب إفريقي لعام 2017. من أبرز الأحداث كانت انضمام لاعب كرة السلة العربي كارم مشعور إلى فريق كرة السلة العريق مكابي تل أبيب، والحاصل على بطولة أوروبا 6 مرات متتالية ليكون أول لاعب عربي يحمل قميص الفريق. وعلى الصعيد المحلي كانت المفاجأة بارتقاء منتخب فلسطين لكرة القدم مركزين في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ليحتل المركز 82، ويتخطى المنتخب الفلسطيني لأول مرة المنتخب الإسرائيلي في التصنيف، والذي يندرج في المكان 98 من حيث تصنيف المنتخبات. ويعد هذا التصنيف هو الأفضل في تاريخ المنتخب الفلسطيني منذ دخوله الفيفا رسميا. وينضم إلي إلى ملخص عام 2017 أبرز الأحداث الرياضية الصحفي في I24 News شاهين نصار. أهلا وسهلا بك في برنامج خط التماس. وسينضم إلي أيضا الصحفي المغربي حسين بن داود عن طريق سكايب. أهلا بك سيد حسين، لكن في البداية أريد أن أتوجه لشاهين. شاهين، طبعا نستهل أحداث عام 2017 في البداية. لم يكن، أنا أعرفك أنت مشجع لفريق برشلونة، لم يكن العام الجيد لك. ريال مدريد الفريق اللدود أحرز بطولة أوروبا، ولكن سنستعرض التقارير المهمة من منظور برنامج خط التماس. بدايتها كانت أيضا في سياق برشلونة، انتقال النجم البرازيلي نيمار في أغلى صفقة في التاريخ 222 مليون يورو انتقلت إلى خزينة صفوف برشلونة إلى فريق كباريس سان جيرمان. دعنا نقول أن السنة لا تلخص، لا يمكنك أن تلخص السنة فقط بالجوائز. يعني بنظري كمشجع لفريق برشلونة أقول لك تلخيص السنة يتم بأكثر من منظور. أنت تبني جيل، أحيانا بعد 3 أعوام و3 مواسم من الإنجازات المرموقة تأتي سنة سيئة قليلا، ولكنك تحضر وتعد العدة للموسم الذي يليه. كان هناك حاجة لبرشلونة لتجديد الصفوف، وبنظر إذا سألتني كمشجع رياضي أقول لك مش حلو إنه راح، بدي اياه يبقى. كنت اود ان لو نيمار بقي بالتاكيد، ولكن كان حال جميع مشجعي نادي برشلونه. نعم، كان ثلاثي رائع جدا، نيمار، سواريز، وميسي، MSN. ولكن الجميع تحدث عن هذه الصفقه، الاموال القطريه، اتتعلم الاموال القطريه التي تتحكم في باريس سان جيرمان. نعم. المنظور السياسي ان برشلونه اوقفت التعامل مع قطر على قمصان النادي،
ويقولون ان قطر فكرت في الانتقام من برشلونه واخذت نيمار. اوه هون هنا ندخل في نظريات المؤامره وكان قطر لها يد في كل شيء. لا اظن ان لذلك مكان في الرياضه. الحقيقه هي ان نيمار واحد من اكبر اللاعبين في كره القدم وفي برشلونه كان دائما وجد في ظل ميسي وفي ظل سواريز الثنائي الذي برز اكثر من نيمار بالتأكيد. ولذلك كان هناك هو بنفسه كان يريد ان ينتقل لفريق يقدره ويستطيع ان يبرز نجمه فيه ويتلألأ في سماء الكره. باريس سان جيرمان من ناحيه اخرى لديه الاموال، لديه الكادر الجيد الذي يستطيع ان يتقدم ويصل الى أسمى المستويات في أوروبا وكان ينقص، ولذلك فإن هذه الصفقة رابحة لكل الأطراف أيضا لباريس سان جيرمان بنظري. نراه هناك إنه مفظع يعني كما يقولون كما نقول بالعامية إنه ينجح بكل المستويات، وأيضا في برشلونة استفاد ماديا لذلك واستطاع أن يجلب اللاعبين أيضا هو بحاجة لهم بالتأكيد. لنبتعد قليلا عن كرة القدم وعن فريق برشلونة ونتوجه لأيضا شخصية رضية أنت تعشقها كثيرا، المايسترو روجير فيدرير الذي حاز على لقبين جراند سلام أهمها كانت بطولة ويمبلدون في جيل 36 عام، بعد ما كان يعاني في الإصابات في عام موسم 2016، في موسم 2017 فاجأ الجميع بقوة بإحرازه لقبين جراند سلام. دعنا نقول أن هذا العام كان عام الكبار في كرة المضرب. نحن نسيت نادال، صحيح أن فيدرر 35 عاما ولكن أيضا نادال كان له باع في هذا الإنجاز. يعني المنافسة بين نادال وبين فيدرر على طوال السنين الماضية عقد كامل من الزمن هما اثنان اسمان يتلألأان في سماء كرة المضرب ولا أحد يستطيع منافستهما، حتى جاء ديوكوفيتش وبعض الآخرين الذين بدأوا بمنافستهما، ولكن القضية هي أنهما تقاسما الألقاب الجراند سلام في الموسم الماضي في العام 2017. الأنظار الآن موجهة إلى فيدرر في الأيام التالية لأنه في الأسابيع المقبلة ستبدأ تطلق البطولة الأولى الجراند سلام الأول لهذا الموسم لعام 2018 بطولة أستراليا المفتوحة. هو يحمل اللقب وهو قادم للدفاع عنه بالتأكيد. ولذلك بالتأكيد. يجب أن نقول أن فيدرر لكن قبل ذلك هذا كان أبرز ما جاء في الرياضة الصفراء الكرة الصفراء. لننتقل عبر سكايب مع الصحفي السيد حسين بن داود. سيد حسين لنبدأ من هنا، أربع منتخبات عربية كانت في تصفيات مونديال 2018 في روسيا، تأهل أربع منتخبات عربية لأول مرة في تاريخ كرة القدم، إنجاز كبير للعالم العربي، وأيضا أنت كصحفي مغربي، المغرب يعود للساحة الكبيرة ولأكبر عرس كروي. في البداية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء الخير لك أستاذ وسام ولضيفك الكريم شاهين نصار، وسنة سعيدة لك ولكل المشاهدين الكرام وشكرا على هذه الاستضافة. في البداية نهنئ ونبارك للمنتخبات العربية الأربع المتأهلة لكأس العالم بروسيا 2018. ولأول مرة تتأهل أربع منتخبات عربية للمونديال، ثلاثة منها تمثل إفريقيا، المغرب، تونس، مصر، وممثل آسيا السعودية عن قارة آسيا. بالنسبة للقرعة لم تكن رحمة للمنتخب المغربي لأنه يتواجد في أقوى أو أصعب مجموعة رفقة بطل العالم النسخة ما قبل الأخيرة منتخب إسبانيا بطل العالم 2010 والبرتغال بطل أوروبا الحالي، إضافة إلى منتخب إيران صاحب المكانة الكبيرة في كرة الأسيوية. بالتأكيد. إذا لنعد قليلا لنعد مع شاهين، طبعا كما تحدث أربع منتخبات عربية وصلت إلى مونديال إنجاز غير مسبوق. لكن نتحدث أكثر عن حظوظ هذه الفرق. الجميع يعول على المنتخب المصري الكبير مع محمد صلاح وكتيبة هيكتور كوبر الأرجنتيني، والجميع يقول أن المنتخب التونسي ربما سيخرج مبكرا. لم يكن أحد يراهن على المنتخب الجزائري أنه سينجح كما نجح في النسخة السابقة من المونديال، ولكنه حقق النجاح وحقق الغير معقول، غير يعني ما هو لم يكن متوقع. وصل إلى المرحلة الثانية وتأهل من مجموعة صعبة، ومثل العرب يعني بحق يقال في صدده، مثل العرب بفخر واعتزاز وجلب
وجلب فخر لنا كمشجعين عرب كمواطنين عرب. نحن نتوقع دائما الأفضل من ممثلين من المنتخبات العربية التي تشارك في هذا العرس الكروي، خصوصا أنها أبرز الساحات. هل لدى حظوظ لدى أي من المنتخبات؟ إذا كنت أريد أن أكون واقعيا، لا أعتقد أن أي من المنتخبات العربية يستطيع التأهل إلى المرحلة المقبلة. لا شخصيا المنتخب المصري في السنوات الماضية خيب أمالنا كثيرا في عندما وصل إلى البطولات الكبرى. بالتأكيد. ولكنه في أفريقيا دوما كان ينجح. وفقط يجب أن نذكر أن المنتخب المصري شارك في مونديال 1990 وكان له باع مشرف. بالتأكيد. إذا كنت سأعول على أحد فأنا أراهن على أن المنتخب المصري بالفعل لديه الحظوظ الأكبر. سأعود مرة أخرى إلى الصحفي حسين بن داود، أريد أن أسألك نفس السؤال لكن بصيغة أخرى. حظوظ المنتخبات العربية في المونديال القادم، الجميع يتحدث عن أيضا المغرب مع المدرب الفرنسي الشهير، مصر، والجميع لا يعول على تونس والسعودية. بالنسبة لحظوظ المنتخب المغربي في هذه المجموعة، رهين على المباراة الأولى التي سيخوضها مع إيران، لأن المباراة الأولى تحقيق الانتصار في هذه المباراة مفتاح المباراتين المتبقيتين، رغم أن المهمة ليست وتبدو ليست بالسهلة ولكن ليس مستحيلة. نتمنى أن يكون المنتخب المغربي في الموعد ويفوز على إيران في المباراة الأولى، ثم يحقق على الأقل التعادل في المباراة الثانية أمام البرتغال، أو لما لا التعادل في المباراة التالية أيضا أمام على كأقل تقدير أمام إسبانيا، وإن شاء الله نكون في الموعد ويتأهل المنتخب. أريد أن أسألك سؤال آخر لننتقل سيد سعيد، لننتقل من المنتخبات العربية إلى أيضا رحلة المنتخب السوري في تصفيات 2017 باختصار. قدم طبعا تصفيات هائلة، كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل لولا خسارته مع المنتخب الأسترالي. كلنا نعلم الحرب السورية والتي يعاني منها الشعب السوري. ما رأيك في هذه الرحلة التي تحدث عنها جميع العالم؟ على أي المنتخب السوري قدم ما عليه أو أكثر مما كان منتظرا منه، رغم ذلك ترفع له القبعة لأن التأهل الملحق يعتبر إنجازا رغم الإمكانيات والظروف التي يمر منها المنتخب السوري حاليا. المنتخب السوري كان يمني النفس لإسعاد العرب وأيضا إسعاد الشعب السوري الذي يعاني من ويلات ومشاكل الحرب. كمان إن شاء الله المنتخب السوري يعود في السنوات أو الاستحقاقات المقبلة ويشرف الكرة السورية والعربية. على أي الملحق دائما مباريات الملحق دائما ما تكون صعبة، لأن لو فاز منتخب سوريا على أستراليا سيواجه المركز الرابع في الدوري الحاسم وهو المنتخب الهندوراس الذي تأهل لهذه المباراة. على أي منتخب أستراليا تخطى هندوراس بصعوبة ليتأهل في مباراته الثانية. بالنسبة لفرصة سوريا، ضيع فرصة مهمة في المباراة الأخيرة في التصفيات أمام إيران. لو فاز على إيران في هذه لا على أستراليا لكن لنعد قليلا قبل لضيق الوقت. أريد أن أشكرك على هذه المداخلة سيد حسين، ونتمنى النجاح لكافة المنتخبات العربية في المونديال وحتى المنتخب السوري في المرة المقبلة. شكرا لك. شكرا جزيلا لكم. ونعود إلى شاهين لنتحدث قليلا، نبتعد قليلا. محمد صلاح يتألق في الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب إفريقي العام 2017. لك تعليق صغير بالنسبة لديك الوقت يعني. تعليق صغير، محمد صلاح هو الوحيد الذي يستطيع أن يقود مصر إلى التأهل إلى المرحلة المقبلة في المونديال. لديه ولكن ستكون هناك منافسة بالأخص بينه وبين سواريز مع الأوروغواي ومواجهة منتخب روسيا. هو من يعول عليه بأن يقود المنتخب المصري إلى الأمام. بالنسبة لليفربول، محمد صلاح في إحدى أكبر الفرق الأوروبية. ليفربول إذا تذكر في حاصل على العديد من الألقاب الأوروبية ولديه
شريحة واسعة من المشجعين. بالتأكيد بالتأكيد هو نجم كبير في نادي ليفربول، لكن في اختصار أيضا لضيق الوقت أريد أن أسألك سؤال مهم جدا. أبرز ما كان في هذه السنوات هو تقدم المنتخب الفلسطيني على المنتخب الإسرائيلي لأول مرة في تصنيف الفيفا الدولي، هذا كان أبرز ما جاء برأيي في برنامج خط التماس. تعليق على هذا الموضوع. تعليق صغير، يجب أن أذكر أن المنتخب الفلسطيني يبدأ من لا شيء عمليا، بدأ في الأعوام الماضية بنى نفسه من لا شيء. الدوري الفلسطيني آخذ بالتحسن في السنوات الأخيرة ونشاهد ذلك، ويمكننا أن نقول أيضا أن بعض المحترفين الفلسطينيين الذين يلعبون في النوادي العربية إن كان في الأردن أو في دول الخليج لديهم أيضا يجلبون بعض الخبرة الإضافية للمنتخب الفلسطيني، لذلك لا نستغرب من ذلك. لا غرابة في أنه يتفوق على المنتخب الإسرائيلي في تصنيف الفيفا. يجب أن كلمة أخيرة بالتأكيد لضيق الوقت. والآن شكرا لكم على هذه المتابعة، نأتي إلى ختام هذه الحلقة الخاصة من برنامج خط التماس. سررت مرافقتكم، شكرا لكم على طيب المشاهدة وإلى اللقاء.